بدي أسأل سؤال وبدكم تجاوبوني. كل حدا بيكون همه على ستوري الإعلان أكتر ما إنه يحكي عن غزة. بدك تجاوبني. كل حدا تركنا في نص الطريق وسابنا وحتى في أول الطريق وسابنا بدي يجاوبني. بدكم تجاوبونا. إحنا مش هبلان ومش مجانين. حرام اللي بيصير فينا. ليه ما وقفتوا مع غزة؟ ليه ما حكيتوا عن غزة؟ ليه ما نصرتوا غزة؟ ليه ما وقفتوا مع شعب غزة؟ شو عمل لكم شعب غزة؟ إحنا شو عملنا لكم؟ أولادنا الصغار اللي قاعدين بيموتوا شو عملوا لكم؟ شو عملوا لكم؟ ابني الصغير وبنتي الصغيرة وابن جاري الصغير وبنت جاري الصغيرة شو عملوا لكم عشان تسكتوا؟ شو سووا لكم عشان تسكتوا؟ شو حكوا؟ شو زعلوكم عشان تسكتوا؟ غزة بإيش قصرت معاكم عشان تسكتوا؟ شعب غزة بإيش قصر معاكم عشان تسكتوا؟ إحنا كشعب إيش عملنا فيكم عشان تطلعي ترقصي وتغني في الوقت اللي إحنا بنموت فيه؟ إيش عملنا فيكي عشان تطلعي تتمكجي مكياج كامل وتعملي فيديوهات وتنزليها في الوقت اللي إحنا بنموت فيه؟ إيش عملنا فيكي وولادنا شو عملوا فيكي في الوقت اللي بتعملي حفلة لجنس المولود في اللحظة اللي إحنا بنموت فيها؟ إحنا لما حدا نادى وقال يا غزة يلا كل شعب غزة وقف. إحنا لما كانت مشهورة تطلع الطالب الناس يقفوا معها ويدعموها في قضية معينة كان شعبنا أول شعب يقف معها وكان شعبنا أول شعب يحكي عنها وكانوا مشاهيرنا أول مشاهير يحكوا عنهم ويقفوا معهم ونصروهم. ليش؟ سؤالنا ليش؟ إحنا إيش عملنا فيكم؟ عن جد إيش عملنا؟